ممتازة يا أبي. نعم، أنا أحب الخروج للرحلات جدا. أنا أشعر أن السيارة تتوقف. يبدو أن أصابها عطل ما. وما العمل؟ انتظر هنا وأنا سأرى ما حدث وأحاول إصلاح العطل. إن السيارة اختراع عظيم، الحمد لله. عمر، أنا لا أدري كيف تعمل السيارة. تريد أن تعرف كيف تعمل هذه الأشياء؟ لقد مر اختراع السيارة بمراحل عديدة حتى وصلت السيارة إلى ما نراه اليوم. ففي بداية الأمر تم اختراع سيارة محركها يعمل بالبخار، وهي التي تعد الجد الأول للسيارات التي نراها اليوم. وكانت عبارة عن سيارة ضخمة ثقيلة الوزن، لها ثلاث عجلات وغلاية ضخمة في مقدمتها لتوليد البخار اللازم لتشغيل محركها. كما كانت تسير بسرعة بطيئة، وظهرت محاولات عديدة لتطوير السيارة البخارية إلى أن تم اختراع أول محرك يعمل بالوقود ويدور بسرعة كبيرة، وبالتالي حل محل المحركات التي تعمل بالبخار. ومن يومها دخل عالم السيارات في مرحلة جديدة مملوءة بالازدهار والتطور. السلام عليكم. وعليك السلام يا أبي، كيف الحال؟ لا عليكما، كانت مهمة سهلة. إن أردت مساعدة يا أبي فاطلبها مني، فأنا من الآن أعرف الكثير عن السيارات.